بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. يسعدني على الوادي أن أكون معكم في اللقاء الرابع من مادة القانون الجنائي مع التعمق لأستاذنا الدكتور أشرف توفيق شمس الدين، المقرر الدراسي الدليل الجنائي الإلكتروني دراسة مقارنة. النهارده إن شاء الله هنبدأ نتكلم عن الباب الثالث زي ما إحنا متفقين، والباب الثالث بيتكلم عن التفتيش والبحث عن البيانات والتتبع. ولكن يعني أنا أفضل يعني قبل ما نتكلم عن الباب التالت يعني في مقدمة بس بسيطة كده، يعني عشان برضه نوضح بعض الأفكار الخاصة باللي هنتكلم عنه النهاردة، وهو مرتبط برضه بالباب التالت. فيعني هنتكلم عن بعض الأفكار البسيطة كده قبل ما نتكلم عن التفتيش والتتبع والبحث عن البيانات. وزي ما احنا عارفين طبعا ان القانون الالماني التحقيق الابتدائي فيه بيتم عن طريق النيابه العامه زي ما احنا شايفين، او عن طريق الشرطه، زي هو قريب شويه من القانون المصري. يعني لازم نحط في دماغنا كده ان الفكره العامه عندنا اللي بيحقق في المانيا هي النيابه او الشرطه. الشرطه بتبقى في شرطه معاونه للنيابه العامه بتساعدها في التحقيق في بعض القضايا البسيطه، يعني زي الجنح وحاجات زي كده. وعندنا يعني قاعدة أساسية موجودة في القانون الألماني بتقول إن جميع الأوامر الخاصة بالإجراء أو الإجراءات الماسة بالحرية، يعني زي التفتيش والقبض وجميع الإجراءات المتعلقة بالمساس بحرية الإنسان، المختص بها قاضي التحقيق أو قاضي الحرية والحبس. طبعا وده نظام أصلا كان معدل في سنة 2000، هو الخاص بقاضي الحرية والحبس لما انتقدت المحكمه الاوروبيه لبعض النظم المتبعه في قاضي التحقيق في القانون الالماني، وتم جعل الاختصاصات وكلها بتبقى في ايد قاضي حريه الحبس، ده المختص بجميع الاجراءات الحبس الاحتياطي ومد الحبس الاحتياطي والتفتيش والاذن بالتفتيش، كل الاجراءات المتعلقه بالاجراءات الماسه بالحريه. وعلشان كان تتحل المحكمه لابد يصدر امر بالاحاله من النيابه العامه، ولابد بقى ان كان يصدر قرار بافتتاح الاجراءات من محكمه الموضوع. دي اجراءات مختلفه شويه عن القانون المصري، فكان لابد ان احنا نعرفها وهي خاصه بالقانون الالماني. وبناء عليه هنتكلم عن اجراءات السير برضو، الاجراءات والدعوه الجنائيه في القانون الامريكي طبعا بما ان هو قانون مقارن. وزي ما احنا عارفين ان سلطه التحقيق في القانون الامريكي هي ضابط الشرطه ذات نفسه، اللي احنا بنقول عليه في مصر هو مامور ضبط القضاء. وطبعا مصطلح النيابه العامه بيختلف في امريكا عن مصر، ما فيش حاجه اسمها نيابه عامه في القانون الامريكي، حاجه اسمها الادعاء العام، تمام؟ وطبعا كل الاجراءات اللي بتتم ديت في لابد انها تتم بامر من القضاء او بناء على حاله من حالات التلبس، وده في معظم الجنايات اللي بيتم فيها ضبط المتهم او تفتيشه بناء على حاله التلبس او صدور امر قضائي من القاضي ذات نفسه. زي ما احنا قلنا برضه في القانون الالماني نفس الفكره برضه، ان الاجراءات والمتعلقه بالحريه الشخصيه لابد ان يصدر بها امر من القاضي ذات نفسه. دي كانت فكره عامه عن سير الاجراءات في التشريعات المقارنه في مصر. قلنا في مصر النيابه المتعلقه هي سلطه الاجراءات والتحقيقات هي النيابه العامه. وفي عندنا برضه بعض التعبيرات والمصطلحات، زي ما احنا قلنا تعبير النيابه العامه في مصر بيختلف عن تعبير النيابه العامه في المانيا، بيختلف عن النيابه العامه في امريكا، تمام؟ اللي هي الدراسات المقارنه بالنسبه لنا. تعبير النيابه العامه زي ما احنا قلنا يعني مدلول النيابه العامه في مصر بيختلف عن المانيا وامريكا، بما ان هم يعني القانونين اللي هم محل الدراسه، الدراسه المقارنه عندنا يعني. زي ما احنا قلنا ان الشرع المصري بيعتبر ان سلطه التحقيق والاتهام والاحاله في الدعوه الاصليه في الدعوه الجنائيه هي النيابه العامه، تمام؟ وزي ما احنا قلنا برضو في القانون الالماني النيابه العامه او الشرطه تعتبر هما اداتان للسير في الاجراءات الدعوه الجنائيه، على عكس القانون الامريكي. القانون الامريكي بيختص بالتحقيق الشرطه اللي هو ضابط الشرطه ذات نفسه، اللي احنا بنعرف في مصر مامور الضبط القضاء، تمام؟ وكان مدلول النيابه العامه بين الاتساع والتضييق ده زي ما احنا قلنا بيختلف من القانون المصري للقانون الالماني للقانون الامريكي. يعني في القانون الامريكي ما فيش حاجه اسمها نيابه عامه، ما اقدرش اقول نيابه عامه، هو اللي هو الايه المدعي العام زي ما احنا قلنا قبل كده، تمام؟ اللي هو الادعي العام، تمام؟ وفي المانيا ان النيابه العامه هي والشرطه الاثنين مع بعض، يعني في جهاز من الشرطه بيبقى مختص بمساعده النيابه العامه في اتخاذ الاجراءات والتحقيق مع النيابه. يبقى اذا النيابه العامه في مصر هي سلطه الاتهام الاولى او سلطه التحقيق الاصليه، ونفس النظام ونفس الفكره برضو بتبقى النيابه العامه في المانيا.
يعني هما الاثنين قريبين من بعض يعني. وبناء عليه طبعا ان المقصود بالنيابه العامه في القانون المصري بيختلف عن المقصود في النيابه الالمانيه في القانون الالماني وقانون الاجراءات الالمانيه وقانون الاجراءات الامريكيه. تمام، زي ما احنا قلنا ان الادعاء العام في القانون الامريكي معناه ان هي ان النيابه الادعاء العام دول بيملك سلطه الاتهام فقط، تمام، والرقابه على الدليل وتمثيل الاتهام في الدعوه الجنائيه ذات نفسها. تمام، وبناء عليه النيابه العامه في مصر بتقصد النيابه العامه وان هي زي ما احنا قلنا سلطه الاتهام والتحقيق وفي بعض الاحيان سلطه تنفيذ الاحكام. يعني النيابه العامه في مصر هي سلطه التحقيق الابتدائيه وبتملك في يدها جميع السلطات، سلطه التحقيق وسلطه الاتهام وسلطه الايه؟ الاحاله وسلطه تنفيذ الاحكام كمان. يبقى النيابه العامه بتجمع بين سلطه كل السلطات على عكس القانون الالماني وعلى عكس القانون الامريكي زي ما احنا قلنا. تمام، هي دي الفكره العامه اللي لازم تبقى في دماغنا قبل ما نتكلم عن اجراءات جمع الدليل الالكتروني. واجراءات جمع الدليل الالكتروني بتختلف طبعا من نظام لنظام، في عندنا اجراءات تقليديه وفي عندنا اجراءات حديثه. والاجراءات التقليديه اللي هنتكلم عنها من التفتيش النهارده والمعاينه والخبراء وحاجه اسمها الشهاده. تمام، الاجراءات بقى الحديثه بقى في جمع الادله الالكترونيه عباره عن اجراءات متعلقه بنظام التشغيل والبيانات الساكنه والاجراءات المتعلقه بالبيانات المتحركه في شبكات المعلومات. وفي اجراء ثالث اسمه اجراء الحصول على بروتوكول العنوان الالكتروني اللي هو الاي بي. تمام، وزي ما احنا قلنا ان مصادر الدليل الالكتروني بتختلف من دوله لدوله. زي ما احنا قلنا في مصر لابد ان هو نحصل على الدليل بامر قضائي، او لابد ان نحصل على الدليل بدون امر قضائي ولكن في حاله من حالات التلبس النص عليها قانون الاجراءات الجنائي. والنهارده الفكره الاساسيه عندنا هنتكلم عن الباب الثالث، وهنقسم الباب الثالث لفصلين وكل فصل الى مبحثين او نقطتين. يعني الباب الثالث عندنا هينقسم الى التفتيش والبحث عن البيانات وتتبع، هنتكلم عن تفتيش الاجهزه المحموله كاصل للقبض، وهنتكلم عن المبحث الاول في جواز تفتيش الاجهزه الرقميه كاصل للقبض من وجهه القانون المصري، وهنتكلم عن عدم جواز بقى تفتيش الاجهزه المحموله كاصل للقبض من وجهتي القانون الامريكي والقانون الالماني. والنهارده هنقتصر بس على القانون الالماني اللي هي عدم جواز تفتيش الاجهزه المحموله كاصل للقبض. وهنرجع بقى الفصل الثاني للقاء القادم ان شاء الله باذن الله، تتبع اماكن الاجهزه الالكترونيه ويتتبع اماكن مكان الهاتف المحمول امام القضاء الامريكي وتتبع الاجهزه الرقميه في القانون الالماني. تمام، والنهارده هنتكلم عن تفتيش الاجهزه المحموله كاصل للقبض. وفي عندنا بعض الاسئله اللي هي بتصور في العمل عن اصل تطبيق القواعد التقليديه التي تجيز لمامور الضبط القضائي تفتيش كاصل للقبض الصحيح. زي ما احنا عارفين ان اذا تم القبض على متهم، سواء بقى تم القبض ده بناء على امر قضائي او لتوافر حاله من حالات التلبس زي ما قلنا، فالسؤال اللي بيصور في العمل هل يجوز بقى تفتيش الاجهزه الالكترونيه التي بحوزه المتهم كهاتفه المحمول؟ ام ان هذه القاعده بقى بتبقى مقصوره على الاشياء الماديه التي توجد بحوزه المتهم المقبوض عليه او المشتبه فيه ولا تمتد الى محتويات هاتفه؟ تمام، زي ما احنا قلنا الاشياء الماديه ديت اللي بتوجد بحوزه المتهم زي المفكره الورقيه او حافظات النقود. فهنتكلم بقى عن وجهه نظر الفقه المقارن ووجهه القضاء المقارن في المساله. وزي ما احنا قلنا برضه بيصف العمل سؤال اخر عن مدى تناسب شرعيه ضبط وتفتيش الهواتف المحموله وما في حكمها مع مقدار الضرر الناتج عن المساس بحياه الشخص الخاصه. وعندنا برضه سؤال اخر عن مدى دستوريه نصوص بعض التشريعات زي القانون المصري والتي تجيز تفتيش المقبوض عليه ايا كان سبب القبض وايا كان موضوع التفتيش. تمام، فهل هناك بقى تعارض بين هذه النصوص مع ما نص عليه الدستور في نصوصه التي تناولت حمايه حرمه الحياه الخاصه زي الدستور المصري، ام انها تلتقي مع هذه النصوص ولا مخالفه فيها زي الدستور الرابع من القانون الامريكي؟ وزي ما احنا عارفين ان مدلول الهاتف المحمول بيبقى له مدلول ضيق عباره عن اداه لاجراء اتصال هاتفي بهاتف اخر من خلال شبكه معينه. ولكن طبعا التطور التقني طبعا جعل مدلول الهاتف المحمول ده مدلول واسع، وبناء عليه تم ظهور الهواتف الذكيه زي السمارت فون زي ما احنا عارفين، اللي لو احنا اتصلنا باي رقم بيبقى مسجل على الهاتف المحمول الرقم الصادر او الرقم المتصل بالشخص من خلال الهاتف المحمول او الهاتف الذكي اللي هو السمارت فون دوت. وزي ما احنا عارفين ان الهاتف الذكي دوت انا اقدر استخلص منه كميه كبيره جدا من البيانات زي ما احنا عارفين، وهي اللي بتعتبر هي دي الدليل الالكتروني اللي احنا او محور حديثنا عن الجرائم الالكترونيه
على اساس برضو اقدر اثبت الجريمه الالكترونيه دي من خلال الرسائل البريد الالكتروني او المواقع اللي تم زيارتها المشتبه فيه، او برضو اقدر اثبت برضو من خلال البيانات اللي هي على الشبكه الالكترونيه اللي تم الاتصال بها من خلال الهاتف المحمول. وده بيساعد برضو مأمور الضبط القضائي وسلطات التحقيق في الاثبات الجنائي، او برضو في نفس الوقت نفي او اثبات وجود متهم او عدم وجوده على مسرح احداث الجريمه. وزي ما احنا قلنا قبل كده ان تعبير الهاتف المحمول ده بيعبر في دلالته عن الاجهزه الرقميه الاخرى التي تتماثل معه. زي ما احنا قلنا ان الهاتف المحمول برضه بيبقى له وظائف كتير وامكانيات كتير، وتطور الهاتف المحمول دوت واصبح له مدلول واسع على عكس ما كان معروف بيه قبل كده، واصبح الهاتف المحمول دوت او الهاتف الذكي متعدد الوظائف، وعلى عكس برضه اللي هو النظام التقليدي القديم اللي هو كان التليفون العادي اللي تطور الى التليفون المحمول واصبح بعد كده اللي هو الجهاز التليفون الذكي اللي هو السمارت فون، اللي هو اقدر اتواصل بيه عن طريق البريد الالكتروني واتواصل عن طريق الشبكات الشبكات الالكترونيه. تمام. وبناء عليه طبعا استخدام تعبير الهاتف المحمول دوت كان يعني له صور كتيره زي الهاتف المحمول او الهاتف المزود بكاميرا او اجهزه الكمبيوتر المكتبي او اللوحي اللي هي التابلت، او اجهزه التلفزيون الذكيه ذات نفسها اللي هي السمارت تي في، او الكاميرات الذكيه زي ما احنا قلنا برضه معظم المحلات بتحط كاميرات ذكيه او موجوده في بعض المطارات على اساس مراقبه الاماكن من المشتبه فيهم يعني. وعندنا برضو اجهزه الراديو، وعندنا العاب الالكترونيه زي قلنا العصا الالكترونيه قبل كده بيستخدمها بعض البناة في ارسال بعض الاشارات لتنظيم عمل اجرامي ونشاط اجرامي معين. وعندنا برضو الاجهزه الالكترونيه القابله للارتداء زي ما احنا قلنا الاساور الرقميه اللي هي بيستخدمها برضو القانون الالماني في مراقبه ومراقبه وتتبع الاشخاص الموضوعين تحت المراقبه الالكترونيه. تمام. وفي عندنا برضو بعض النظارات بتستخدم برضو وبعض الساعات الالكترونيه، وفي عندنا برضو حتى السماعات اللي هي اللي بيستخدمها الهاتف المحمول سواء كانت سلكيه او لاسلكيه، وده اتكلمنا عنه كتير قبل كده. ولكن برضو كان معظم الاجهزه الرقميه المحموله زي ما احنا قلنا بتبقى وسيله من وسائل الاتصال زي ما احنا قلنا زي اجهزه الكمبيوتر اللوحي اللي هي التابلت. وبرضو التابلت ده ممكن يبقى فيه شريحه الكترونيه او شريحه خاصه بالهاتف المحمول، والشريحه دي بتجمع مجموعه من البيانات ويمكن الاتصال برضه بالانترنت عن طريق شبكات المحمول. وبرضه اقدر ان انا اجري بعض المحادثات الهاتفيه سواء كانت عن طريق الهاتف الذكي او عن طريق الصوت زي برضه بعض البرامج التواصل الاجتماعي زي الواتساب او برنامج الفيسبوك. تمام. وزي ما احنا قلنا طبعا ان توسع برضه القضاء المقارن في تطبيق قواعد التفتيش في حاله القبض على الشخص سواء كان بمناسبه الهاتف المحمول، واختلفت الاراء الفقهيه واحكام القضاء زي ما هنشوف. وطبعا كان كل راي وكل حكم من احكام القضاء له حجج بتختلف من حيث طبيعتها وطبيعه عمل الاجهزه نفسها، وطبعا دوت كان بيتوقف على ضوابط اللي بيضعها المشرع ذات نفسه في قبول الدليل الالكتروني. وزي ما احنا عارفين كان في عندنا بعض الاتجاهات التشريعيه المقارنه في اتجاهين. طبعا الاتجاه الاول ده اتجاه تقليدي زي الاتجاه المصري، وكان بيجيز تفتيش الهاتف المحمول كاثر تالي للقبض. وكان عندنا اتجاه ثاني، طبعا الاتجاه ده تطور برضو على اساس ان القبض لا يجيز تفتيش الشخص المشتبه به او محاوز الشخص المقبوض عليه او المشتبه به، وده طبعا كان موجود في القضاء الامريكي زي ما هنشوف والقضاء الالماني. وزي ما احنا قلنا ان التشريعات التقليديه زي القانون المصري كانت يعني طبعا ده اتجاه كان تقليدي شويه، كان بينظر لبعض الاشياء الماديه اللي تم ضبطها بحوزه المشتبه به، وكان يجيز تفتيش هذه الاشياء الماديه. وبعد صدور برضو القانون 175 سنه 2018 كان في عندنا اشكاليه خاصه في القانون 175 سنه 2018، لانه كان ساوى بين الدليل الالكتروني والدليل التقليدي او الدليل العادي. طبعا والقانون ده محتاج لتعديل تشريعي يسير التطور زي القانون الامريكي والقانون الالماني زي ما احنا هنشوف. ولكن هنبدا بقى بالكلام عن جواز تفتيش الاجهزه الالكترونيه في كاصل للقبض من وجهه نظر القانون المصري.
وهنتكلم عن مدلول التفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق. وزي ما احنا عارفين ان التفتيش دوت هو إجراء من إجراءات التحقيق اللي بيقوم بها مأمور الضبط القضائي او تقوم بها سلطات التحقيق زي ما احنا عارفين طبعا، من اجل البحث عن ادله في شخص المتهم او باسم المتهم بمعنى اصح، او ملابسه او ما يحمله. زي ما احنا قلنا ان مأمور الضبط القضائي جزء له ان هو يقوم بتفتيش المتهم لتوقي الضرر من حمل المتهم او المشتبه فيه بعض اسلحه زي مطوه او سلاح، او ممكن يكون حامل لسلاح آلي مثلا، تمام. وزي ما احنا عارفين ان الاصل ان التفتيش عمل من اعمال التحقيق، ولكن اجاز المشرع المصري تخويز المأمور الضبط القضائي، وده كان على سبيل الاستثناء سلطه التفتيش بناء على ربطه بوقوع قبض صحيح. يعني يشترط ان لابد ان القبض دوت يتم صحيح يعني على اساس وجود امر من قاضي مختص، او بناء على حاله من حالات التلبس زي ما احنا عارفين، تمام. وبناء عليه كان الدستور المصري المعدل لدستور 2012 الصادر في 2014 كان نص في الماده 54 على ان الحريه الشخصيه حق طبيعي وهي مصونه لا تمس، وفيما عدا حاله التلبس لا يجوز القبض على احد او تفتيشه او حبسه او تقييد حريته باي قيد الا بامر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق. والتفتيش كاجراء تحقيق يجب ان يقوم به مامور الضبط القضائي زي ما احنا عارفين، وما ينفعش ان يقوم به غير مامور الضبط القضائي، ولكن زي ما احنا قلنا على سبيل الاستثناء ان المشرع المصري خول مامور الضبط القضائي القيام باجراء من اجراءات التحقيق، وكان في تلازم بين القبض والتفتيش زي ما احنا عارفين القاعده الاساسيه عندنا اللي هي نص عليها في الماده 46، اذا جاز القبض صح التفتيش، تمام. واحنا في العمل بنقول اذا جاز القبض صح او جاز التفتيش. ماده 46 من قانون الاجراءات الجنائيه نصت على انه في الاحوال التي يجوز فيها القبض قانونا على المتهم يجوز لمامور الضبط القضائي ان يفتش. دي القاعده الصريحه، اذا صح التفتيش صح، اذا صح القبض صح التفتيش، واذا صح جاز القبض صح التفتيش، تمام. واذا كانت بقى الجريمه في حاله من حالات التلبس او صدر امر من القضاء من القبض على شخص مأزوم بتفتيشه يجوز التفتيش زي ما احنا قلنا، ولكن بمعنى التنقيبي ان انا افتش في جسم المتهم عن اي ادوات او اي اسلحه تكون بحوزه المتهم المراد تفتيشه او المشتبه فيه، تمام. وزي ما احنا عارفين اذا صدر امر بالقبض من النيابه دون التفتيش، ولكن بقى في حاله قيام بقى مامور الضبط القضائي بتفتيش شخص المتهم على اساس ان القبض صدر به اذن من النيابه العامه، هنا في الحاله ديت يقع التفتيش صحيحا زي ما احنا قلنا، واحكام النقض نصت على ذلك صراحه. ولكن بقى لابد ان يوجد تلازم بين القبض والتفتيش للشخص نفسه، تمام. وزي ما احنا عارفين ان صدور الامر بتفتيش الشخص او ضبطه في حاله تلبس يكون هنا القبض وقعا بحاله التلبس او بناء على امر قضائي مسبب، ويشترط ان يكون الامر قضائي مسببا. وزي ما احنا عارفين ان تطبيق القواعد ديت اللي هي بتقول جواز تفتيش اجهزه الهاتف المحمول وما في حكمها اذا وقع القبض صحيح على المتهم وفقا لنص الماده 46 بيكون مطلق طبعا، على اساس في الحاله ديت من توافر ضوابط معينه نص عليها المشرع، سواء المشرع المصري او المشرع الالماني او المشرع الامريكي، والضوابط ديت لابد انها تكون متوفره عشان يعني يتم قبض الهاتف المحمول بناء على القبض اللي تم صحيح، وبناء على الاذن الصادر من القاضي المختص، او بناء على حاله من حالات التلبس، تمام. زي ما احنا قلنا التفتيش ده عقب القبض بيكون له يعني هل يهدف دائما للتنقيب عن الدليل يتصل بالجريمه وتلبس بها؟ ده السؤال اللي بيثور على اساسه. وزي ما احنا عارفين ان اذا وقع القبض صحيحا طبعا بيجوز تفتيش شخص المتهم او جسمه او اي اشياء ماديه موجوده معاه. وزي ما احنا عارفين ان مامور الضبط القضائي يجوز له القيام بتفتيش المتهم على اساس انه ممكن يخفي ادله تكون متعلقه بجريمه وقع القبض على اساسها، او بناء على امر من القضاء، او بناء على حاله من حالات التلبس وفقا للحاله اللي هي منظوره امام مامور الضبط القضائي، وبناء عليه بيقوم بتفتيش المتهم بناء على اجراءات صادره من سلطات التحقيق بجمع الادله والحفاظ على الجريمه ذات نفسها، تمام. ولكن بيثور برضه في العمل اذا كان هذا النوع من التفتيش جائز، يعني ان كانت الجريمه اللي تمت بها لا تصور فيها وجود ادله بحوزته على ارتكابها، يعني فهل يجوز بقى في هذه الحاله تفتيشه، ام ان التفتيش في هذه الحاله يكون غير جائز طبعا.
وزي ما احنا قلنا لابد من توافر صله علاقه سببيه بين التفتيش دوت وبين الجريمه اللي تم القبض على المتهم من اجلها، تمام؟ وطبعا زي ما احنا عارفين اذا نتج عن التفتيش دوت ضبط اي ادوات او اسلحه بحوزه المتهم، فهل يكون بقى الضبط في هذه الحاله صحيحه؟ وطبعا الامر بيكون يعني مهم في حاله تفتيش الهاتف المحمول، وده موضوع البحث بتاعنا، وده السؤال المهم اللي يهمنا وفي هذا البحث. اذا تم القبض على متهم وكان بحوزته هاتفا محمولا، فهل يجوز لمامور الضبط القضائي ان يقوم بتفتيش هذا الهاتف المحمول ام لا يجوز؟ تمام؟ وكان عندنا برضو في بعض القضايا والأجزاء اللي عرضت على القضاء، وكانت القضية ديت إن مأمور الضبط القضائي كان قبض على متهم بسرقة سيارة مبلغ بسرقتها، وكان صدر أمر من سلطان التحقيق بضبطه وإحضاره، وكان المتهم ذات نفسه أقر بسرقة السيارة، تمام؟ ولكن بقى مأمور الضبط القضائي فتش المتهم ووجد معاه بعض المستندات المزورة، وقام برضه هنا المتهم بالدفع امام شرطات التحقيق واجراءات المحاكمه ببطلان التفتيش لعدم صدور اذن من النيابه العامه، تمام؟ ولكن بقى زي ما احنا شايفين هنا التفتيش دوت برضه كان تم بعد ان تم مامور الضبط القضائي يعني تحفظ على السياره المبلغ بسرقتها واعتراف المتهم في محضر الضبط، ولكن المحكمه رفضت الدفع دوت وتم الطعن على هذا الدفع امام محكمه النقض، وقالت محكمه النقض ان من حق مامور الضبط القضائي انه يقوم بتفتيش المتهم وفقا لنص الماده 46 من قانون الاجراءات الجنائيه اللي بتجيز لمامور الضبط القضائي ان هو يقوم بتفتيش المتهم بناء على اذن صادر له من سلطات التحقيق. وكان التفتيش طبعا في الصوره دي طبعا اساسه بتستوجب وسائل يعني التوقع والتحوط من شر المقبوض عليه، زي ما احنا عارفين انه ممكن يعتدي على مامور الضبط القضائي في حاله وجود مثلا اسلحه او ادوات بحوزه المتهم، طبعا على اساس ان هو يقوم بالفرار من مامور الضبط القضائي، تمام؟ وكان يعني ممكن ان احنا نستخلص بعض النقاط من الحكم الصادر من محكمه النقض دوت على اساس ان التفتيش ده كقصد القتل يجب ان هو يكون الهدف منه ان انا انقب عن الدليل عن الجريمه المقبوله على الشخص على اساسها يعني، واذا انتفى وجود سبب او مبرر للتفتيش في الجريمه ديت على اساسها فان التفتيش يكون في الحاله ديت تفتيش وقائي بيهدف منه مامور الضبط القضائي الى يعني التحفظ على المتهم والتخلص من الاسلحه التي بحوزه المتهم، وفي الحاله ديت بيكون من حق مامور الضبط القضائي ان هو يقوم بتفتيش المتهم او يشتبه فيه تفتيش وقائي، ولكن بشرط ان هو يلتزم حدود التفتيش، يعني ما ينفعش مثلا انا اروح افتش في مكان بدور على قطعه مخدرات وافتح درج مثلا مكتب معين وتلاقي فيه سلاح، يبقى انا تجاوزت حدود التفتيش، انا بدور على المخدر مثلا فانا وجدت سلاح، فما ينفعش في الحاله دي، يبقى في الحاله دي مامور الضبط القضائي تجاوز حدود التفتيش وتعسف في استخدام الحق المقوى له من القانون. ولكن طبعا هنا القضاء المصري كان توسع بقى في تطبيق قاعده جواز التفتيش اذا صح القبض، زي ما احنا عارفين اذا صح القبض او اذا جاز القبض جاز التفتيش، تمام؟ ولكن برضه كان يتطلب برضه تجريد المتهم من اي اسلحه تكون بحوزه المتهم، ولابد ان يكون في صله بين الجريمه اللي هو قام مامور الضبط القضائي متلبسا بها المتهم او مشتبه فيه طبعا وبين التفتيش دوت، تمام؟ وطبعا من المعروف ان التفتيش دوت اذا اسفى عن توافر جريمه اخرى في حاله تلبس طبعا لابد ان حاله الامر الى النيابه العامه لاتخاذ اجراءاتها في الواقعه الاخرى او الواقعه الجديده. تمام، زي ما احنا قلنا في المثال اللي احنا قلناه دلوقتي ان مامور الضبط القضائي قام بتفتيش مثلا مسكن المتهم وقام بالتفتيش، طبعا لابد ان يصدر امر قضائي من النيابه العامه بتفتيش مسكن المتهم، ودخول المسكن لازم يكون دخول مشروع، ففي الحاله دي صدور امر قضائي من جهات التحقيق يجب لمامور الضبط القضائي يكون مخول له القيام بتفتيش مسكن المتهم، وان مامور الضبط القضائي يقوم بتفتيش مثلا درج مكتب في مكان او في مسكن المشتبه به ووجود مثلا سلاح غير المخدرات، دي جريمه اخرى يجب عرضها على النيابه العامه والتحفظ على السلاح لانها وجدت
بطريق غير مباشر او بطريق الصدفه يعني بمعنى اصح. تمام. برضو الدكتور بيجيب لنا برضو قضيه برضو ثانيه، زي السلطات العسكريه كان احد المساعدين كان متغيب عن الوحده بتاعته، ولما مامور الضبط القضائي يعني كان اخذ اذن من السلطات التحقيق النيابه العامه بمداهمه منزل المتهم دوت طبعا، فلما شاف المتهم جرى، ولكن طبعا مامور ضبط القضاء قام بملاحقه المتهم، واثناء الملاحقه دوت طبعا سقط على الارض يعني قطعه مخدر كده اشتبه فيها الضابط ان هي قطعه مخدر كانت موجوده في جيب السجين اللي هي الخاصه بالمخبر دوت او المساعد، وبناء عليه طبعا قام بتفتيشه والتحفظ عليها، ولكن طبعا مامور ضبط القضاء هنا كان خارج حدود اختصاصه المكاني طبعا. تمام. وطبعا الجريمه اللي كانت متلبس بها وتعتبر هنا من الجرائم المستمره طبعا، وهي في حاله من حالات التلبس، وبناء عليه هنا تم القبض على المتهم وتمت احالته الى جهات التحقيق، وبالحكم عليه طبعا احكام القضاء استقرت على اجازه التفتيش اذا توفرت حاله من حالات التلبس، وكان في حاله تلبس متوفره، وده حكم نقضي شهير طبعا على توافر حاله التلبس، بالرغم من نص الماده 46 من قانون الاجراءات الجنائيه صدر بعد كده حكم بعدم اشتراط نص الماده 46، وده هنشوفه من خلال برضو بعض الوقائع الاخرى. تمام. وهنشوف برضو كان في جريمه ثانيه، جريمه زنا، ده مساب رقم 3 طبعا، وكان مامور الضبط القضائي قام بتفتيش شريك الزوجه يعني، وتم القبض عليه، ومامور ضبط القضايا وجد برضه معاه برضه بعض ادله على قيامه بوقائع اخرى يعني غير جريمه الزنا طبعا، فدفع بقى ببطلان التفتيش على اساس ان ما صدرش اذن من النيابه العامه، ولكن ان الامر هنا كان صادر بالقبض فقط دون التفتيش. زي ما احنا قلنا قبل كده ان هو يجوز لمامور ضبط القضايا ان يقوم بالتفتيش عقب صدور اذن من النيابه العامه بالقبض، ودي احكام نقض مستقره برضه، ولكن برضه محكمه النقض هنا رفضت الواقعه ديت، وقالت لنا ان نص الماده 46 من قانون الاجراءات الجنائيه كان نص بصفه عامه طبعا على اساس انه في الاحوال اللي بيجوز فيها القبض على المتهم يجوز لمامور ضبط القضايا ان يفتشه، وان الشارع هنا اعتبر القبض صحيحا، يعني اذا كان القبض صحيحا كان التفتيش صحيحا، على اساس ان مامور الضبط القضائي مخول له القيام بالتفتيش. تمام. ولكن لابد ان يبقى سبب القبض والغرض منه مرتبط بالجريمه اللي يقوم مامور الضبط القضائي بالتفتيش من خلالها. تمام. وبناء عليه بقى نتكلم بقى عن التوسع في او التوسع في التفتيش الناتج عن التلبس بجريمه من جرائم المرور. زي ما احنا قلنا ان جرائم المرور ديت هي تعتبر من المخالفات اللي معاقب عليها بالغرامه، ولكن في بعض الجرائم المعاقب عليها بالحبس زي السير عكس الاتجاه. فاذا كانت الجريمه المتلبس بها عقوبتها 3 اشهر يعني زي ما احنا قلنا زي جريمه عكس الاتجاه يعني، يجوز لمامور ضبط القضاء ان يقوم باستيقاف الشخص والسياره بتاعته ويقوم بتفتيش الايه؟ السياره للغرض اللي هو بناء عليه تم وجود حاله من حالات التلبس. وطبعا جريمه القيادة عكس الاتجاه طبعا بيعاقب عليها، وبتجيز لمامور ضبط القضاء ان هو يقوم بتفتيش المتهم وتفتيش شخصه وتفتيش السياره نفسها. كان عندنا نص الماده 66 من قانون المرور اللي هي اجازه لمامور الضبط القضائي التلبس بقياده اي مركبه يعني على من كان وقعا تحت تاثير خمر او مخدر، يعني اذا اشتبه مامور الضبط القضائي ان قائد السياره دوت تحت تاثير خمر مثلا او مخدر، فبناء عليه يجوز له ان هو يامر بفحص الحاله الصحيه لقائد المركبه او السياره يعني بالوسائل الفنيه، ويقوم بعرضه على مفتش الصحه، وفي الحاله ديت يتباين عما اذا كان هذا الشخص او المتهم يقوم ب يعني تحت تاثير الخمر او تحت تاثير المسكر يعني، ودي جريمه طبعا يعني بتكون متلبس بها، ويشترط ان هو يكون الجريمه معاقب عليها ب3 اشهر او اكثر من 3 اشهر، وفي الحاله ديت يقوم من حال مامور الضبط القضائي ان هو يقوم بالقبض على المتهم وتفتيشه وفقا لتوافر حاله من حالات التلبس. وزي ما احنا عارفين طبعا ان لو طبقنا القاعده ديت بتؤدي لاتساع نطاق التفتيش و
يمتد برضو اثره الى الهاتف المحمول، على اساس ان ده جريمه من الجرائم المروريه، على اساس ان قائد السياره يقوم مثلا في بعض الحالات بالتحدث في هاتفه المحمول، وفي الحاله دي بيجوز لمامور الضبط القضائي ان هو يقوم بالقبض على المتهم وتفتيشه طبعا. تمام. وطبعا وفي الحاله دي طبعا نص قانون المرور على تحرير المحضر بالواقعه ووجود المتهم في حاله تلبس، في الحاله دي بتجيز لمامور الضبط القضائي بتحرير المحضر بالواقعه او مذكره والعرض على النيابه في الحاله دي. تمام. ونتكلم عن التوسع في مضمون التفتيش في حاله التلبس. القضاء المصري ذات نفسه توسع في تحديد مدلول التفتيش طبعا على اساس ان مامور الضبط القضائي بيقوم ب التفتيش كأثر للقبض، زي ما احنا قلنا إذا جاز القبض جاز التفتيش. وبيشمل التفتيش طبعا كل الأشياء المادية اللي بحوزة المتهم زي ما احنا قلنا، سواء كانت حافظة مستندات أو أوراق أو مستندات. تمام. وبناء عليه جزء من مأمور الضبط القضائي في الحالة دي ان هو يفتش السيارة ويفتش شخص قائد السيارة. واستقرت احكام النقض على اساس برضو ان ما فيش نص في القانون ان لجهات التحقيق الابتدائي اللي هو النيابه العامه يعني اخضاع الشخص للفحص الطبي والحصول على عينات من دمه او غسيل معدته اذا كان لذلك يعني فائده في اثبات جريمه معينه، وهي جريمه قياده السياره في حاله سكر بين. تمام. وسواء كانت برضه الجريمه متلبس بها باذن من سلطه التحقيق او في حاله من حالات التلبس، وان القضاء استند الى حق التفتيش المخول لمامور الضبط القضائي بناء على قاعده النص الماده 46 انه اذا جاز القبض جاز التفتيش وفق نص الماده 46 من قانون الاجراءات الجنائيه. تمام. وكان يعني راي خاص للدكتور بيقول أوجبة القضاء المصري بيجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتش الهاتف المحمول أو الأجهزة الأخرى التي بحوزة مقبوض عليه، سواء كان ذلك بقى بناء على أمر قضائي يعني بالقبض على المتهم أو لتوافر حالة من حالات التلبس. وبناء عليه طبعا أن القضاء المصري هنا اعتد بضبط الهاتف المحمول واعتبره على أساس المتهم متلبس بالجريمة مشتبه به، وفي الحالة دي يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يقوم بتفتيش الهاتف المحمول. وده كانت وجهة نظر القانون المصري والقضاء المصري اللي قاس جميع اللي هي الجرائم التقليدية والعادية على الجرائم الإلكترونية زي السير عكس الاتجاه أو التحدث أثناء قيادة سيارة. وهنقوم يعني بتقدير وجهه القضاء المصري على اساس ان القضاء المصري هنا والشارع المصري ذات نفسه اجاز ان يصدر امر بالتفتيش من النيابه العامه زي ما احنا قلنا، وده يعتبر صدور امر من جهه قضائيه مختصه. وطبعا ما كانش يجيز التشريعات المقارنه طبعا الامر ده بيصدر من النيابه العامه حتى ولو كانت هي سلطه التحضير الاصليه في الدعوه زي القانون الالماني. تمام. وقلنا ان الدستور الامريكي ذات نفسه كان اشترط توافر سبب محتمل، ودي نظريه السبب المحتمل اللي بتدعو لاصدار الامر بالتفتيش، سواء صادر هذا الامر من جهه قضائيه او ان السبب دوت يكون تحت رقابه القضاء ذات نفسه، لابد من عرض الامر على القاضي عشان يشوف توافر نظريه السبب المحتمل ده او عدم توافره. ولكن ان القانون المصري اكتفى بتوافر الدلائل الكافيه اللي بتشوفها النيابه العامه، على اساسها بتقوم بتقدير الدلائل ديت وبتقوم بالبحث عن الدليل الجنائي في اوراق الدعوه المعروضه عليها. والدكتور بيقول ان هو في رايه ان وجهه نظر القضاء المصري توسعت في التفتيش اللي هو ناتج عن القبض، وكانت وجهه نظر القضاء المصري كانت مش مقيده يعني من وجهه نظره، وان هي محل نظر برضه، وان هي ما بتستوجبش وجود صله بين التفتيش والجريمه اللي تم القبض على الشخص متلبسا بارتكابها زي القانون الامريكي والقانون الالماني. وطبعا زي ما احنا شايفين ان بيؤدي اتساع النص دوت الى اتساع نطاق التفتيش، وده ملوش مبرر. والدكتور اشرف توفيق شمس الدين بيرى ان وجهه القضاء اللي بتجيز تفتيش الاشياء الماديه اللي بحوزه المقبوض عليه او المشتبه به ايا كان سبب القبض طبعا، وان احنا نطبقها على الاجهزه الرقميه او الاجهزه الالكترونيه طبعا، ده محل نظر كبير طبعا، وبيرى ان لابد من توافر لدى الاجهزه
قدره تخزينيه هائله للمعلومات، لابد من توافر الهاتف المحمول والاجهزه الرقميه، على اساس ان الهاتف طبعا بيجمع بين انواع مختلفه من المعلومات زي العناوين والملاحظات والوصفات الطبيه وافادات البنوك وتسجيلات الفيديو والصور للفيديوهات واللي بيتم بناء عليها، بيظهر على الصوره دي تاريخ ومكان التقاطها، وان البيانات اللي بيحتفظ بها الهاتف المحمول طبعا يمكن الوصول الى وقت شراء تلك المعلومات، على اساس طبعا ان بمقدور الهاتف الاحتفاظ بالمعلومات دي والاتصالات والرسائل اللي بيجريها على اساس الشخص المشتبه به فتره طويله من الزمن، وعلى اساسها ان احنا نعرف عدد الصفحات اللي تم الدخول عن طريق الانترنت من خلال الاي بي اللي بيتم من خلال معرفه بعض المواقع، وبناء عليها يمكن معرفه تاريخ دخول وخروج الشخص من على تلك المواقع يعني. وفي نفس الوقت طبعا تعتبر المعلومات دي ثروه طبعا هائله، على اساسها بتساعد مامور الضبط القضائي وسلطات التحقيق طبعا في التعرف على انتماءات الشخص وعاداته واهتماماته وعلاقاته واعماله المهنيه طبعا، وطبعا ده بيكون له اثر كبير في عمليه الاثبات الجنائي والقانون الاجراءات الجنائيه وتفتيش الهاتف المحمول، بيبقى تالي للقبض زي ما احنا عرفنا، وان لابد ان احنا نعامل الاشياء الماديه طبعا اللي موجوده في حوزه الشخص المشتبه به بصوره مختلفه زي ما هي موجوده في القانون الامريكي والقانون الالماني، وده هنشوفه في اللقاء الثاني ان شاء الله باذن الله. وهنتكلم بقى عن مدى اتفاق نص الماده 46 من قانون الاجراءات الجنائيه من حيث تطبيقها على تفتيش الهاتف المحمول مع الدستور المصري الصادر في 2014. وزي ما احنا عارفين نص الماده 46 من قانون الاجراءات الجنائيه نص على انه في الاحوال التي يجوز فيها القبض قانونا على المتهم يجوز لمامور الضبط القضائي ان يفتشه، ودي القاعده المستقره عندنا في القانون المصري.